يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يعدي بلاد برين بارير ما يكسرش لونج ديوريشن. بص انا جست ان انا هقول لك اسمائهم ما تحفظهمش النهارده. ليه؟ دول انا هاخدهم بعد بكره فبالتالي مش هرهقك في اسمائهم الوقت. دول مين؟ بس عشان بس تعرف دماغي ماشيه ازاي واثبت لك كلامي صح. اول مجموعه طالع منهم مصنفه سي ان اس ستيمولان عشان ابرهن لك ان النكت جروم يعدوا بلاد برين ايه؟ بارير. ده اسمه افيدرين انفيتامين وميث انفيتامين. انيروكسيجينيك. يعني ايه كلمه انيروكسيجينيك يا اولاد؟ انيروكسيجينيك مفقدات الشهيه. يتوقع تستعمل في ايه؟ مفقدات الشهيه في التخسيس. في التخسيس. فين الادويه دي؟ فين عايزين الناس تخس صح؟ فين؟ فين فيترازين؟ فين فلورامين؟ يطلع مازندول في الاخر، فاهم حاجه؟ يبقى فين؟ فين مترازين؟ فين فلورامين؟ يطلع مين؟ مازندول. فازو بريستور. يعني ايه كلمه فازو بريستور يا ولاد؟ يعني ايه كلمه فازو بريستور؟ يعني يعمل فازو كونستريكشن فيرفع البريشر. يعني بيرفع البريشر باي فازو كونستريكشن. يرفع البريشر باي فازو ايه؟ ده اسمه تتوقع بخبرتكم اللوزعيه في الريسبتورز. يبقى هيشغلوا عنها ريسبتور الفا 1. اكتب جنبها كطالب متفوق الفا ايه 1. ده اسمه فينايل افرين واخوه صغير اسمه ميدو درين. اسمه ميدو درين. في عندك اربع خمس اسماء ادويه. يعني ايه انا مش هقولهم وغالبا ماليش مزاج اقولهم. غالبا ان شاء الله هنشربهم لما نيجي عندهم. خلاص ف ما تشطبش دلوقتي وانت لسه هشطبهم. طيب في عندك بعد كده نيزل ديكونجستنت. بخبرتك اللوزعيه في الطب نيزل ديكونجستنت يبقى شغال على انهي ريسبتور؟ بيتا 2 الفا 1 الفا 1 الفا 1 مش فازو كونستريكشن. اكتب جنبها الفا 1 الفا 1. نعم تمام. ده اسمه نافازولين تترا هيدرازولين زيلوميدازولين. يا رب تكون قوي ملاحظه ولاحظت حاجه. زولين. ممتاز ممتاز ممتاز. وعلى فكره لا يعيبك احنا عندنا في الفارماكولوجي الادويه عائلات. انا مش لازم ابقى حافظ كل اسماء الادويه بس تنتهي بمقاطع مشتركه تبقى مدرك المقطع ده بتاع العيله دي. يبقى عيله زولين هي مين؟ النيزل ديكونجستن. طبعا معاهم دواء اسمه سودو افيدرين. سودو خالص يعني الله يسامحه ليه ما مشاش معاهم. سودو افيدرين فازو دايليتور اند يوتراين ريلاكسنت. بخبرتك تتوقع شغالين على مين؟ فازو دايليتور ويوتراين ريلاكسنت. بيتا 2. بيتا 2 ده اسمه ايزوكس سوبرين وريتودرين. وده اسمه نايلدرين. ده مش موجود في الكتاب انا عارف بس موجود في الورق. نايلدرين. نايلدرين اكتبه. نعم سوبر والله ثاني ده في مكان بس مش موجود غير نايل بروجرامين. والله هو اكيد هو مجنون وخلاص. نايل بروجرامين. نعم قول بسرعه بسرعه. هندرسها اصلا فبالتالي هيبقى اسهل حاجه فيها اسمها. فاهم الفكره؟ فعشان كده انا مش مستعجل خالص عليك. يعني زمان وانت صغير وانت صغير لما كنت اقول لك نيوستجمين وفايزوستجمين كنت تفزع. انت دلوقتي بقيت عارف تفاصيلهم. او يبدو او المفروض عارف. طيب في الورق انا عارف ان كتبنا برونكو دايليتور. انا انهي ريسبتور برونكو دايليتور؟ بيتا 2. والكتاب سكت عنهم. الكتاب سكت عن اسمائهم فانا برضو هسكت. مش دماغ بيهم الوقت. ادرينالين. خلينا نتكلم في رجلي. انت كطالب في سنه اولى اتوقع ان انا في الاوتونوميك ادرينالين هيقابلك امتحانك سبيشال الفاينل.
ادرينالين قد يكون من نجوم الفاينل. خلاص الدواء الاسهل على الاطلاق اللي تقريبا لو انا سبتك وقلت لك اديك بس عناوين وانت تالفه بناء على معرفتك بالريسبتورز والتقسيمه اللي انا مقسمها. تعالوا نشوف الكلام ده. ادرينالين كسورس ده جاي منين في جسمكم؟ مصنع فين؟ ادرينالين بيطلع اللي في النورمال بتطلع ايه يا اولاد؟ 8% ادرينالين و20% ده كاتيكولامين. حد بيعرف لما بيسمع كلمه كاتيكولامين بيطلع منها كام معلومه؟ واحد نوت ابزوربت اورالي نوت باس بلاد برين بارير بيكسر مو كون شورت ديوريشن. ما اعرفش انتوا اخدتوا في البايو كيمستري حاجه اسمها الليفو ايزومر والديكسترو ايزومر وكلام من ده، اخدتوها ولا ما اخدتوهاش؟ ما اخدتهاش. يبقى بقلمك الكريم بقلمك اللائق اعمل اكس هنا. والله اه اخدتها اعمل اكس برضه مش فارقه معايا خالص. اصل لا قيمه لها بالنسبه لنا خالص. احنا يا اولاد اي ماده بيكون فيها اتنين حاجه اسمها يعني على شكلين، حاجه اسمها ليفو ايزومر وديكسترو ايزومر على شكلين. لو انت اعمل اكس يا حبيبي اكس انا يفرق معايا حاجه ولاد. مستحيل تجد أمبول أدرينالين في أمبولة شفافة زي دي. اسمها أمبولة شفافة. لازم يكون في أمبول دارك بني أو حاجة. ليه؟ لأنه حساس جدا 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 لللايت والإير. اشكال لما تفتح أمبول أدرينالين تنجز. ليه؟ لأنه بيتحول سواء باللايت أو بالإير لمادة اسمها أدرينوكروم. المادة دي توكسيك وتعمل هلاوس. اسمها ادرينوكروم. اسمها ايه؟ ادرينوكروم. يبقى انا النهارده طلعت بمعلومه لحياتي كدكتور ان شاء الله. عمري ما الاقي امبوله ادرينالين في امبوله ايه؟ شفافه. لانه لازم لانه حاسس لمين؟ للاير واللايت. تمام؟ ده كلام كويس. ماشي الكلام. فارماكوكاينيتكس. عايز حد مثقف يرد عليا. متوقع نعم. ماله؟ ده دخل قوي في الموضوع ده حالا. نعم ده من جوه بقى من البلاد سبلاي بتاعها جوه. تمام؟ وانت في جسمك اصلا حلو السؤال ده في جسمك ريدوسنج ايجنت تحافظ عليه. فاهمني ولا لا؟ طيب لو سمحت اورال ايه رايك لما تاخد اورال؟ ان افكتيف. مفيش اصلا. ليه؟ اتكسف. عنده خد عندك عندي ثلاث مبررات تفسر لك ليه ما بتاخدش اورال. اولا بيتكسر في الليفر وقبل الليفر بيتكسر في المعده وهو غبي بيعمل فازو كونستريكشن للميوكس ميمبرين. يعني هو مش احنا كلمه ابزوربشن يعني روح البلد فبيعمل فازو كونستريكشن فبيقلل احتمال وصول البلد بطريقه كويسه. يبقى لو سمحت مفيش حاجه اسمها اورال ادرينالين ولاد. احنا زمان لما كان عندنا امتحانات شفوي زمان في الطب مع انتوا ما عندكمش تقريبا اللي كان بيقول اورال ادرينالين كانت اللجنه تنتهي وكان يستغرب يقول لك الدكتور ده بيأثر. ده اسألني سؤال واحد بس ومشاني وما ينفعش يكمل معاك. ده انت بتقول له اورال ادرينالين انت بتدخل التاريخ من باب لوحدك. مفيش اورال ايه؟ ده انا عندي ثلاث مبررات. ايه هما؟ فازو كونستريكشن يتكسر في المعده يتكسر في الليفر. طب اخده ازاي؟ قال لك خد سكوتينيوس. فاكر سكوتينيوس؟ بيعمل فازو ايه؟ كونستريكشن صح؟ فيأخر الامتصاص ويبرلونج الايه؟ الديوريشن. اي في بقلمك الجميل لو انت تجيد الرسم او موهوب في الرسم الحمد لله زي كده اعمل جمجمه وعلامتين. عارف العلامه عند الاي في فيتال ده الانزيم ما خلاص لا ما ننوع لا برام عليه العلامتين دول يبقى قاتل فيتال قاتل. لو اتاخد اي في ولاد مش هيرحم الهارت هيعمل اريثميا قاتله. عارفين اريثميا ليه؟ لخبطه في الضربات فينتريكل فايبريليشن قاتله. فينتريكل فايبريليشن لخبطه فين؟ في الفنتركل. نعم ارتجاف يعني بيبقى مش منتظم هيضرب لك ب 300-400 في الدقيقه. خلاص؟ طيب ممكن لو انت بتتفرج على افلام ممكن يتاخد انترا كاردياك بس في حاله واحده لو القلب واقف. لو القلب واقف ساعتها في حاجه اسمها كاردياك ريسسيتيشن. يعني ايه كلمه ريسسيتيشن يا اولاد؟ انعاش القلب. انعاش القلب اسمها ايه؟
كاردياك ريسستيشن. خلاص. طب لو اتحط في العين هيعمل فازوكونستريكشن. بس انا فاكر عارف لما تحط الادرينالين في العين اخره لو كان فيها احتقان يشيلهولك. طب يعمل ولا ما يعملش ميدريزيس؟ ما يعملش. ما بيعرفش يوصل للعضله الا في حاله واحده، لو انت كانت الريسبتور بتاعتك حساسه قوي بحيث ان لو شمت قادر. ما هو كلمه سوبر سنسيتيفيتي حد فاكرها في الجنرال؟ يعني ايه كلمه سوبر سنسيتيفيتي؟ لا يا بورمان، هي اكسجريتد ريسبونس تو سمول ايه دوز. في بعض الامراض عندنا في الطب يا اولاد بيكون جسمك حساس قوي للادرينالين. انت اخدت منها حاجه اسمها ثايرو ايه توكسيكوزس، صح ولا لا؟ وساعات الناس اللي بيجيلها حاجه اسمها اكيوت بنكرياتيتس. عارفين البنكرياس؟ البنكرياس خلي بالك ده لو التهب، عشان خطوه في الباثولوجي ولا لا لسه، ده من الحاجات اللي بتموت، الاكيوت بنكرياتيتس. وده بيجي لك المستشفى عنده حاجه اسمها اكيوت ابدومينال بين، وجع في بطنه، والبطن دي ملعب ممكن يتشخص اي حاجه تانية. فكانوا يقول لك ايه، ده كان اختبار قديم قوي، ده راجل اسمه لويس لويس تيست. قال لك ايه حضرتك؟ قال لك انا هقعد في الاستقبال ومعايا قطره ادرينالين، وكل عيان يجي لي احط عيان بطنه بتوجعه واحط له قطره مين؟ ادرينالين. هو الطبيعي ان حضراتكم لما انا احط لكم قطره ادرينالين تعمل لكم توسع عينكم؟ لا لا، لو وسعت عينك يبقى انت عندك نورمال ولا ابنورمال ريسبتورز؟ وبطنك بتوجعك يبقى غالبا انت عندك اكيوت بنكرياتيتس. الكلام ده يجي بقاله حوالي 200 سنه ان شاء الله. طبعا اي حد بيجي له بعمل له سونار والموضوع حاجه اسهل بكتير، فاهمني ولا لا؟ معايا؟ يبقى لو سمحت كيف ياخذ الادرينالين؟ هو سبكوتينيوس. ايه رايكم في الاي في؟ قاتل اورال. ماشي، انت ركاردك لو انت في حاله كاردك ارست او كلام من ده ممكن يتاخد انهيليشن في البرونكيال ازمه. بس اقول لكم حاجه بيني وبينكم، بيني وبينكم بامانه مطلقه، احنا ربنا كرمنا قوي يا اولاد في الفتره الاخيره دي ان طلعنا ادويه بتشغل بيتا 2 بس. فلما اجي اعالج الازمه استعمل دواء زي الادرينالين بيشغل كل الريسبتور ولا حد يشغل بيتا 2 بس؟ صح ولا لا؟ طيب ديستريبيوشن، مش هقول انتوا اللي هتقولوا، يعدي ولا ما يعديش بلاد برين بارير؟ ليه؟ كاتيكولامين. فارماكو داينامكس. لما اجي اسالك وانت بتذاكر، وانت بتذاكر لما حد يقول لك اكشنز اوف ادرينالين تعمل له كده لوكال وسيستميك. لوكال وايه؟ وسيستميك. لوكال بص دايما تجيبها من وش سيادتك، اول حاجه بيعمل فازوكونستريكشن للبلاد فيزل، صح ولا لا؟ دايما بنحطه على اللوكال. ايه يا اولاد؟ انستيزيا، صح ولا لا؟ يعمل ايه لما تحط على اللوكال انستيزيا؟ ياخر الامتصاص فيزود الايه؟ الديوريشن. دايما اشهر دكاتره بتستعمل لوكال انستيزيا مين؟ بتوع الاسنان، صح ولا لا؟ يبقى دايما انا حافظها كده، اول حاجه بتحط على مين؟ على اللوكال انستيزيا. رقم اثنين حطه هنا، حد فيكم قالها لي من شويه، يعمل لك فازوكونستريكشن للميوكس ممبرين بلاد فيزل بتاع النوز، تبقى حلوه قوي، يوقف النزيف في حالات الابيستاكسيس. ابيستاكسيس يعني ايه يا ولاد؟ الرعاف او نزيف الانف. نزيف الانف. يبقى انا قلت ايه حتى هذه اللحظه؟ مع اللوكال ايه؟ انستيزيا. ويوقف الايه؟ النزيف. يوقف الايه؟ النزيف. بالمناسبه السعيده بقى، بمناسبه القف النزيف يا ولاد، هو انتوا ايه اشهر سبب عندكم لنزيف الانف؟ ضربه الشعر. اي شعره دمويه رب شرط في سنكم ده غالبا بيكون فيها ويكنس ونورمال. لكن انا لو جالي راجل كبير في السن وجاي لي ابيستاكسيس، اول حاجه بفكر فيها هايبرتنشن، الضغط العالي. تمام؟ فستك لو ما كنتش مركز معانا في الحصه في هذه المعلومه الغريبه، بس كنت مركز في معلومه ان مين بيوقف نزيف الانف؟ ادرينالين. فجالك احدهم راجل 50 60 70 كده بنزيف في الانف، تقوم كاسر انبول ادرينالين وحطه على اذنه وتقول له ايه؟ خد يا حاج، وتقوم حاطط له ايه؟ الباك، تحط له في مناخيره. الطبيعي ان الايه؟ النزيف يقف. ما وقفش على ان ستك ترجع.
تقوم عامل ايه؟ كاسر امبول تاني وتعمل ايه؟ وان شاء الله الحمد لله غالبا غالبا في الامبول التالت ربنا هيبارك لك ان شاء الله النزيف فعلا هيقف. تمام. هو الحمد لله هيموت من اخره نشفه. عامش يعني ليه؟ لان غالبا غالبا انت باختصار نقلت له النزيف بدل ما كان هنا بقى في نافوخه حاجه اسمها سيريبرال هيموريدج. فمشكورا مشكورا مشكورا قبل ما تدي ادرينالين تعمل ايه في الضغط؟ قيس الضغط. لو طلعت بها النهارده تكفيني المعلومه دي. كلام واضح؟ حلو الكلام. رقم 3 الكونجنكتيفال بلاد فيزل، العين. العين خلاص يزيل الاحتقان. دي كونجيشن، دي كونجيشن يزيل الايه؟ الاحتقان. هيعمل مدريزس؟ لا، لانه مش بينتشر. صح ولا لا؟ على فكره ليه بيعمل فازكولار كونستريكشن ودموعك بتكسره، بيتكسر بالالكالاين تيرز. على البرونكاي هيعمل ايه؟ برونكو دايلاتيشن. بص عندي، بص عندي، بص بص لو دي برونكاي يا ولاد واعمل برونكو دايلاتيشن. بس خلي بالكم في هنا بلاد فيزل في البرونكاي، اعملها فازو ايه؟ كونستريكشن. لو كان عندك احتقان في البرونكاي يعالجه برضه، فاهم الفكره؟ يبقى عمل حاجتين في البرونكاي، برونكو دايلاتيشن وفازو ايه؟ خلي بالكم من المصطلحات، كلمه برونكو يعني ايه؟ برونكاي. فازو بلاد فيزل يعمل برونكو ايه؟ دايلاتيشن. وفازو كونستريكشن. يبقى لو سمحت ايه اللوكال اكشنز اوف ادرينالين؟ ركز معايا عندي وبص عندي. واحد يتحط على لوكال ايه؟ انستيزيا. هنا يوقف النزيف. 3 يزيل الاحتقان. 4 في البرونكيا الازمه. فهمت حاجه؟ يبقى انت حفظتهم كده على نفسك على وشك، مظبوط؟ نعم. ما لا، ما انت برضه لو عندك دايلاتيشن للبلاد فيزل اللي في عينك، ساعات بتقوم ساعات عينك حمراء من النوم او حاجه زي كده، عندك فاز دايلاتيشن. تمام؟ سيستميك اكشنز. هنسمع عمود السيمباتيك في دقيقتين. واحد، خلي بالك سيستميك اكشن اعرف انت داخل على ايه؟ داخل على ايه؟ على 5 عناوين. عشان بس العناوين. السيستميك اكشن اكتب بس جنبها 5 عناوين، اكتب جنبها ايه؟ 5 عناوين، اكتب جنبها ايه؟ 5 عناوين لو سمحت. خلاص؟ الادرينالين كان ايه يا اولاد؟ كان دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. هيشتغل بسرعه وشورت ديوريشن. يلا. كارديو فاسكولار. هتقول لي يا دكتور عندك هارت بلاد فيزل بلاد بريشر. مشكورا، سمعني لو سمحت بهدوء مطلق. هيزود على الهارت، هيزود كل خصائص القلب. ما تيجي نقولهم كده مع بعض. يزود الكونتراكشن اسمها بوزيتيف اينوتروبيك. الهارت ريت كورونوتروبيك. الكوندكشن بروموتروبيك. ويزود الاكسيتابيليتي اللي هي استجابه الهارت الامبرس. يعمل حاجه اسمها اريزميا. خلاص؟ يبقى واحد يقول لي وانا بسمع هقول لك بوزيتيف اينو كرونو درومو. تمام؟ على البلاد فيزل هيعمل ايه؟ سمعوا انتوا السيمباتيك بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن لسكين وميوكاس ايه؟ ممبرين. ودايلاتيشن لمين؟ سكيلتال اند كروري. بس خلي بالك ما حدش فيكم يقول لي يا دكتور طب ما يبقى حلو جدا لعلاج الذبحه الصدريه. قلنا امبارح الذبحه اللي هي ايه يا اولاد؟ نقص الاوكسجين اللي راح للهارت. ترانزيان، صح ولا لا؟ قال لك لا، مش هو بيوسع الشريان بس عمل ايه في شغل القلب؟ زوده جدا. يبقى مش هيصلح لك المشكله خالص، مظبوط ولا لا؟ حلو الكلام. الكل بقى يركز معايا بعد اذنكم على السبوره في البلاد بريشر، لان دي هيبقى مبني عليها سيكشن كامل بعد الاجازه. سيكشن؟ في العمل. ما هيحصلش في العمل. يبقى ربنا يدينا ويدي كل عمر ان شاء الله. نعم. انا فين؟ بيعمل برونكو دايلاتيشن. دي عندك في الوول بتاعه البرونكاي في بلاد فيزل بيعملوا فازو كونستركشن. يبقى اسمها ايه؟ لو كان في احتقان يبقى هيشيل الاحتقان. طيب الانجان اللي هي الذبحه هي نقص الاوكسجين. انت بتقول ان هو بيوسع البلاد فيزل ممكن يعالج الانجينا. انا برد عليك اقول لك لا، لانه بيزود جدا شغل القلب.
فالقلب الوقت انت جاي تشغله قوي وتزوده الدم حاجه بسيطه ما استفدش. ركزوا يا ولاد. ايه تكتب ورايا ايه هتصور؟ شوف انت هتعمل ايه بس. بلاد بريشر بيساوي سيستول على دايستول. شو المشكله غير المعلومه دي؟ يعني انت لما اقول لك ضغطك 120 على 80 الرقم 120 ايه رقم 80؟ ال 120 ده لقطه السيستول لقطه الضخ والدايستول لقطه القلب بيملى خلاص؟ في مشكله؟ قال لك السيستوليك بلاد بريشر ده بيعتمد على اثنين فاكتور على الكاردياك او بوت الدم اللي خارج من القلب مع التوتال بريفرال ريزيستنس المقاومه اللي موجوده في الاوعيه الدمويه خلاص كده. اما الدايستوليك بلاد بريشر بيعتمد على التوتال بريفرال ريزيستنس فقط ودي مش معادله رياضيه علشان محدش يبهرني ويقول لي اختصر بيها لان لو كانت معادله رياضيه لما اقول لك ضغطك 120 على 80 تقول لي يعني يمشي 3 على 2 صح ولا لا؟ يبقى مش معادله ايه؟ رياضيه. الكاردياك اوتبوت من الريسبتورز حضراتكم اللي احنا اخدناهم متحكم في الهارت؟ بيتا 1 كلامكم سليم 100%. من الريسبتورز اللي متحكمه في البريفرال ريزيستنس بالراحه؟ يعني ايه كلمه بريفرال ريزيستنس؟ المقاومه اللي بتقابل الدم اللي ماشي في الشرايين. يبقى لو انت عندك فازوكونستريكشن هيبقى عندك مقاومه اعلى ولا اقل؟ اعلى اعلى الفا الفا. ولو عندك فاز دايلاتيشن اخبار المقاومه ايه؟ اقل مظبوط. بتت يبقى انت عندك مين اللي كان بيعمل فاز كونستريكشن؟ الفا 1. الفا 1 مين اللي بيعمل دايلاتيشن؟ بيتا 2. يبقى لو سمحت مين اللي متحكم في البريفرال ريزيستنس؟ عندك صراع ما بين الالفا 1 والبيتا ايه؟ 2. مظبوط. في مشكله؟ تمام. انا كادرينالين اشغل انهي ريسبتورز؟ كلهم صح ولا لا؟ بص بقى عندي انت يا بيتا 1 بتعمل ايه؟ انا بزود. انت يا الفا 1 بتعمل ايه؟ بزود. فازوكو ريستريكشن. مين الوحيد اللي بيحاول يفرم الجنون ده كله؟ بيتا 2. البونبونايه بيتا 2. دي المحصله النهائيه يا ولد. هيبدا يبدو ان في تغيير هيحصل. السيستول اخباره ايه؟ السيستول اكيد هيزيد صح لا؟ لكن الدايستول في صراع. في صراع ما بين مين؟ الفا 1 وبيتا ايه؟ 2 صح لا؟ لما اجي ارسمها لك بطريقه كتابك تلاقي ده لو ده السيستول بدا يرتفع وده الدايستول تقريبا ما اتغيرش. معايا ولا لا؟ حلو. في كلمة هتاخدوها يا ولاد في الفيزيولوجي ان شاء الله طبعا، كلمة اسمها البالس بريشر. البالس بريشر دي الفرق بين السيستول والدايستول. هتزيد ولا مش هتزيد؟ المنظر ده هو الطبيعي. انت كان ضغطك كده، ده كان ضغطك الطبيعي اصبح كده. الفرق بين السيستول والدايستول اخباره ايه؟ زاد صح ولا لا؟ في مشكلة؟ اسال سؤال مباغت للجماهير، ماذا يحدث لو اخذت العين ده اخذ الفا بلوكر؟ لو حصل اخذت الفا بلوكر عادي شيل الالفا من المعادله. هيحصل هنا صراع هنا لكن مين هينهار؟ الدايستول. الدايستول هينهار؟ يعني الضغط بيوطى صح ولا لا؟ يحصل هاي بوتنشن. بقى الادرينالين اللي بيرفع الضغط وطى الضغط
كنت سمعتها في الطب ريفرسال مظبوط؟ يبقى الالفا بلوكر هتريفرس الهايبرتنشن اوف ادرينالين. انقل الكلام ده او اعمله بعد كده نتناقش فيها ونعيدها تاني. خلاص نعيدها تاني عشان الجناح اليمين. حاضر اللي ما كانش شايفين. حاضر خلاص صورها بس. إلا 13 بالأربعة دكتور. طيب بصوا لك معلش عشان ما كانوش شايفين البلاد بريشر بيشوف السيستول على السيستول بيتحكم في كاردياك اوت بوت مع التوتال بريفرال ريزيستنس الدم اللي خارج من القلب مع المخامه اللي قدامه. اما الدسول بيتعمل على مين؟ البريفرال ريزيستنس بس ومش معادله حسابيه يعني ما تطلعش دم على خلاص. مين الريسبتور اللي متحكم في الهارت يا اولاد؟ بيتونا. طب البريفرال ريزيستنس لو انت عندك فازوكول سيلكشن تزيد، لو عندك فازوكول ديليشن تنهار مظبوط. يبقى انت عندك مين الريسبتورز اللي لها تحكم مباشر بالبريفرال ريزيستنس؟ الفا 1 تعمل فازو ايه وعكسها مين؟ بيتا ايه 2 بيتا ايه 2 صح. يبقى انت عندك البريفرال ريزيستنس مين اللي هيتحكم فيها؟ الفا 1 وبيتا ايه 2. الفا 1 وبيتا ايه 2. طيب الفا البيتا 1 بترفع الهارت صح، الفا 1 بتعمل فازو ايه كونستريكشن. مين الوحيد اللي بيحاول يهدي الدنيا شويه؟ بيتا ايه 2. مين بيحقش مين اللي بيحاول يهدي الدنيا شويه؟ بيتا 2 مظبوط. لما تكشف المحصله النهائيه بقى عندك سهمين طالع وواحد نازل، يبقى اكيد السيستول هيطلع مظبوط. اما الدستول كان في صراع ما بين الفا 1 وبيتا ايه 2. فتشوف الضغط ده كان الضغط نورمال اهو، ده السيستول ايه وده السيستول. مين زاد بقى مره واحده؟ السيستول. مين ما اتحركش قوي؟ الدستول صح ولا لا؟ معايا؟ طب لو انا اديت الفا بلوكر، لو انا اديت ايه؟ الفا بلوكر. وديت مين؟ الفا بلوكر. شلت الالفا من الحسابات، شلت مين؟ الفا من الحسابات. هيتبقى البيتا تسحب الضغط الايه؟ لتحت. بيساعدها ويسموها ريفرسال، بيسموها ايه؟ ريفرسال. خلاص؟ ده كان اكشن على مين؟ على الكارديو فاسكولار، نعم. الكاردياك اوت بوت زايد والالفا 1 زايد. بص عندي صح؟ البيتا 1 شغاله والالفا 1 مين الوحيد اللي بيحاول يهدي الدنيا شويه؟ طيب والله دكتور مرة تعبانة. لا انا مني انا مش عايز استعجل. خلاص انا هقف عند هذا الفصل.